لسانا معكم في دنيا يا دنيا. وصلنا لفقرة المطبخ، وأكيد كتير منكم عم بستنى هالفقرة المميزة. معنا اليوم غادة الثلي. كيف حالك يا غادة؟ أهلاً وسهلاً. صباح الورد، كيف حالك؟ أنت يا أخبارك؟ أنا تمام الحمد لله. الحمد لله. اليوم حنعمل أكل صيني. أسيوي. صيني عشان السلطة ياباني. يعني أسيوي. من كل ايش بيقولوا لها قطر أغنية. بس حاجات لايقه على بعضها يعني. وخلينا نبلش ناخذ المقادير. اكله الدجاج الصيني تساوي تشيكن، محتاجين ل 1 كيلو فيليه دجاج، بيضه، 1 كوب نشا، ملح وفلفل، زيت للقلي، والصلصه محتاجين ل 2 ملعقه كبيره زيت، 2 فص ثوم، بصل اخضر، وملعقه كبيره سكر، ملعقة كبيرة برش برتقال، وواحد فلفل أحمر حار، وملعقة كبيرة زنجبيل، ومكعب مرق، ربع كوب صويا صوص، وملعقة كبيرة زيت سمسم، مع ملعقة كبيرة نشا. يعني مقادير كتير والله، كمية. هو الأكل الصيني لعلمك كله، في ناس كتير بيبقى بس بيعملوا الأكل ويروح حاطين له صويا صوص. بيمشي الحال، بس لو عايزين نعملها زي ما بتتعمل بتبقى شوية عايزة حاجات، بس هي الصوصات بتاعت الصيني مش غالية أبداً. وبتقعد كتير، يعني ممكن تجيب الإزازة مثلاً بدينار، دينار وشوية ونص مثلاً، وبتفضل قاعدة في التلاجة فترة لأنك بتاخدي كميات صغيرة منها، وطبعاً صلاحيتها مدة طويلة. خلينا ناخذ أول اتصال معنا بحلقة اليوم. معنا أمل، صباح الخير. هلا، صباح الخير. يا صباح الورد، هلا أمل. حبيت أصبح عليكم. الله يسعدك. شيف غادة، يا صباح الفل. أنا إلي سنتين عم بحاول أتصل، كثير مبسوطة اليوم إنه ضبط الاتصال. طب الحمد لله. احنا كمان مبسوطين بسماع صوتك. أنا كثير من معجبينك ومعجبين بينا وبطاقم رؤية كامل. أنا كثير مبسوطة إنه في قناة أردنية بهالتميز وهالإبداع هذا. حبيت بس أصبح عليكم، أكون صديقة جديدة للبرنامج إن شاء الله إنكم تقبلوني. إن شاء الله دايما. أمل، أنت من وين تحكينا؟ من عمان. من عمان. اهلا وسهلا فيكي، من زمان عم بتابعينا؟ من اول ما ابتدى قناتي تقريبا سنتين، هي رح تكمل السنتين ان شاء الله. ما شاء الله، طب ممتاز، خليكي دائما مستمره معنا. لا انا دائما مستمره. بتحبي بس فقره المطبخ ولا كل الفقرات؟ انا متابعتكم على اليوتيوب، وعلى دائما الصبح دائما على قناه رؤيا، يعني انا مفضلين القناه. حلو، حلو كثير. معناها اكيد بتعرفي شو الاجابه اذا متابعتينا دائما، بتعرفي اجابه السؤال. أكيد. بس ما فيكي تعطينا اجابه هلا على التليفون، ممكن تشاركي على الفيسبوك او على الاس ام اس. بعثت الاجابه وان شاء الله اني اكون ان شاء الله. ان شاء الله. حبيت اصبح عليكم. اهلا وسهلا. وممكن احكي مع الشيف غادة؟ معاكي. اهلا وسهلا. صباح الخير شيف. يا اهلا وسهلا. شيف غادة، ممكن اخذ رقم تليفونك بعد اذنك؟ طبعا فوق. حيدهولك فوق في الكنترول، وكلميني بعد البرنامج اي وقت. شكرا كثير لذوقك. يا اهلا وسهلا. بسلم ايديك على الاكلات الطيبه. تسلمي حبيبتي، شكرا. أهلا. طيب هنحط، حطيتي اول شيء هذا ملح وفلفل. ملح بس خشن وملح لا مش مهم، يعني ملح وخلاص. اوكي، ملح وفلفل. وهنحط البيضه. هذا بنتقع فترة ولا مش؟ لا 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 خالص، ما في داعي. دلوقتي هنحط النشا. اوكي، النشا تقريبا كوباية. اوكي، بس بنحطه. شو بيعمل النشا؟ النشا بيغلف الفراخ. فلما بتيجي بتقليها بيبقى فيه تغليفة حواليها. حلو. أم أحمد. السلام عليكم. يا هلا، السلام عليكم، كيفك يا أم أحمد؟ الحمد لله، شو أخبارك؟ بخير تمام، شو أخبارك أنت؟ يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. كيف أمورك؟ إن شاء الله كويس. والله إحنا بخير، مدام أنتم بخير إحنا بخير أكيد. قولي لي حبيبتي. معلش بدي أسألك أول إشي، بديش هلا أدخل على المطبخ، بدي أسألك عن فقرة التغذية، إمتى بتطلع؟ فقرة التغذية دائما بتطلع تقريبا 9:30 10 لثلث بهالوقت هذا. اي وقت اي ايام؟ كل الايام ما عدا يوم الثلاثاء اعتقد او الاربعه، في عندنا فقره يوم السبت واثنين وثلاثه وخميس، يمكن الاحد ما بتطلع، احد واربعه ما بتطلع، بس بقيه الايام كله بتطلع. وبرنامجكم على اغلبك بينعاد اي ساعه كمان؟ الساعه 2 صباحا. الساعه 2 ونص صباحا. معلش احكي مع غاده كمان. اتفضلي غادة معي.
صباح الخير غادة، شو أخبارك؟ أنت إيه أخبارك؟ الحمد لله كله تمام؟ يسلموا أيديكي على الزيتون الأسود. عملتيه؟ أحمد آه عملت. إيه طب فين؟ اعمل لنا صور وحركات. أنا ما عندي موقع والله، بس على التلفزيون. يلا المهم إنه عجبك بالهنا والشفا. وصفة عمتي دي مش خلي بالك. شو أخبارك غادة؟ كيف أمورك؟ تمام الله يسعدك. بدي أسألك معلش. آه طبعا اتفضلي. بدي أسألك على الطعمية أنتوا بتقولوا لها. عملتها قبل كده. لو تخشي على الموقع رؤية. آه إحنا موقع رؤية دلوقتي فيه فوق زي مكان للبحث. فبتكتبي الوصفة اللي أنت عايزاها بيطلع لك الفيديو. فخشي على موقع رؤية واكتبي غادة التلي الفلافل. هتطلع لك انا الوصف. صعب اني ما عنديش موقع مثلا او ايش. ما عندكيش؟ اه طب خدي نمرتي برضو من فوق وكلميني بعد البرنامج ان شاء الله. شكرا لك غادة. شكرا الله لك. يخليكي. اهلا وسهلا. اذا بنعاد البرنامج الساعه 2:30 صباحا. للي بيحبوا يردوا يشوفوا فقراتنا، وبيقدروا كمان حابين يتابعونا عبر اليوتيوب ممكن يتابعونا. أكيد كل فقراتنا بتنزل على اليوتيوب. أم أمجد صباح الخير يا أم أمجد، أو أم ماجد عفوا، وحنين المصري، حنونة طبعا، ليندا محمد حنان كمان حنان على طول بتتابعنا كمان، وحنان في السعودية. حنين آه والله حنين المصري بالسعودية. آه حنين ومريم الفقير من وعندنا نورة من بلجيكا، وعندنا كثير من أصدقاء كتير. آه. ما شاء الله. ليندا محمد، رنوش أبو لبة، و مش عارفة مالي العزاوي. أوكي. أم حنين حكيناها. أم حنين، أم حنين سالم. حكيتي حنين مش أم حنين. أم حنين سالم. أماني جرة جرة. أوكي. وفادي أحمد. طيب حطينا الفلفل والبصل الأخضر على النار. هلأ الريحة بتبلش تطلع غير شكل. مع الثوم والزنجبيل. فيصل دعجة بصبح عليكي، ونهيل الغرايبة يا صباح الخير، وأحمد أحمد مش عارفة إيش اسمه، روان عرابي عرابي يمكن. آه أوكي. ورولا الأمورة، أحمد كناكر سامعتي؟ هي حكيت اسمك يا أحمد بس مش عارفة تكتبه بالعربي عشان أعطي اللفظ صح 100%. طيب دلوقتي إحنا حطينا الفراخ كلها، هنستنى بس المجموعة التانية تتقلي عندنا. بعد ما قلبنا شوية هنا الفلفل والبصل الأخضر، البصل الأخضر والثوم، هنحط دلوقتي الجنزبيل، وهنحط برش البرتقال. تمام. وهنحط مكعب المرق معاهم برضو، وهنحط شوية سكر. دايما الأكل الصيني بتلاقي فيه دايما سكر، يعني دايما داخل فيه أغلبية لازم نحط فيه سكر. مش حلو لازم حلو حامض يعني أو آه بيمشي، بس هو كتير يعني. تعالي بصي حتى منظر غير الريحه اللي طالعه، بصي أشوف. المنظر برش البرتقال كده عايم، والاحمر رهيب. بتاع الفلفل رهيب. لول الملامه صورته. تغريد رمضان، هي حكينا اسمك يا تغريد، وان شاء الله تفوزي. و طيب شوفي احنا دلوقتي بس فضل عندنا معلقه النشا، هندوبها مع شويه ميه. اوكي حطينا الصويا. وهحط دلوقتي الميه والنشا. خلينا نعمل السلطة. ايه رأيك على ما اللي هي كاني سالد؟ هاي قلتي لي اسيوية بس ايش هي؟ اسيوية بس اسيوية. اوكي طيب خلينا ناخذ مقادير كاني سالد. محتاجين لخس وخيار وجزر، سلطعون اعواد وصلصة، محتاجين لنص كوب مايونيز،
صوص حاد حسب الرغبة وزيت سمسم، ليمون وملعقة كبيرة خل. بس هاي يمكن ما بدها وقت كثير. لا ما بدها وقت كثير، بس احنا مستنيين الفراخ حتى يستوي. محمد الصعوب خلينا بس احنا لازم تكون هي الشرايح كثير رفيعة. أوكي. فهي دي الطريقة تقشريها. دي لا ما بقشرهاش، احنا بنمشي بيها كده شايفة، عشان انا مش عايزة اللب. تمام. فدي طريقة أنا واخداها من شيف صديقي الشيف وليد، حلو ببعت له تحية طبعا لو سمعنا. هو شيف رائع. هي طريقة التقطيع دي أنا واخداها منه. خلاص شايفة ازاي بتطلع الخيارة معانا. وهيك شايفة. خلصنا من اللب، احنا بدنا بس القشرة. احنا عايزين بس القشرة وبنبتدي نقطعها، ولو نحطها فوق بعض عشان نكسب وقت. طيب خليني اخذ هالاتصال معنا. امل من الكرك. امل حكتنا من الصبح. صباح الخير امل. صباح النور. عندك اهلا وسهلا مره ثانيه، كيفك؟ طبعا انا دائما بحكي ومتابع كل برامجكم، وشكرا كثير على كل الفقرات اللي بتقدموها وكثير مفيد كثير. واهلا وسهلا فيك يا امل باي وقت، وبكل المشاهدين والمتابعين. اكيد احنا بنكون سعداء اكيد لما بتشاركونا بكل فقراتنا، يعني بنحس احنا يعني صرنا اهل احنا وانتم. اكيد اكيد، واللي بيحكي غير هيك ما في منه هذا الحكي. وهي القناه عربيه اردنيه، واحنا كلنا اخوان، وما في ما في شيء يعني بحكي عنه الواحد إشي ثاني، عرفتي؟ الحمد لله، إن شاء الله على طول دائما هيك. أكيد، وشكرا كثير، ولغادة علمتنا على التفاؤل، وأولاد ديال الدبات، وكلكم كلكم يعني بتخلونا نعرف حتى كيف طريقة الحكي وطريقة التعامل وكيف كل شغلة. وأنتم مش ما بتطلعوا على التلفزيون مصطنعين، بتصنعوا أنتم كثير، بتقدموا اللي عندكم من روحكم الحلوة. تسلمي تسلمي أمل على هالكلام الحلو. درجة أولى يعني مضبوط، ما حدا بحكي غير هيك. تسلمي يا أمل، شكرا كثير على هالكلام الحلو. شكرا لكم كثير. أهلا وسهلا فيكي، شكرا لإلك. طيب حطينا الجاج، حطينا الفراخ مع الصوص. طبعا بعد ما دقت الصوص وتأكدت إن هي طعمها مظبوط كتير لذيذة وكتير. بصي هي بتتاكل مع الرز أكيد. بتتاكل مع الرز. خلاص هي كده خلاص. لا لسه لازم نحط معلقة زيت السمسم، لأن هاي كتير بتفرق في الطعم. بس أنا لاحظتك حطيتيه آخر شيء بعد ما طفيت. بعد هو مش زيت طبخ، هو زيت نكهة فقط. خلاص كده بقى تمام. عندنا التاو تشيكن. إذا هيك خلصنا التاو تشيكن. بس ما جبتينا رز معاك يا؟ لا جايبة طبعا يا لولو، أنا يفوتني عشان أطمن بس. لا جبت، ما تخافيش. طب هلا السلطة اللي عملتيها حتحطي لها دريسنج إشي ولا؟ السلطة هنعمل لها الدريسنج حالا، اللي هو عبارة عن المايونيز عشان نكسب الوقت بس، والصوص الحراقة وشوية زيت سمسم. زيت سمسم وليمون قلنا؟ لا ما قلنا، يعني قلنا بس ما حطيناش. اوكي. وخل حكيتي. شويه خل. فين الخل؟ ما هو الطبقه ايه حطيته ورا. محمد الخزاعلي من الكرك من المفرق. اهلا يا محمد. السلام عليكم. اهلا وسهلا، كيفك؟ الله يسلمك يا ستي، شو اخبارك؟ تمام الحمد لله، كيفك؟ طمنا عليك. خلاص انا هحط. كيف الجو عندكم؟ قول لي، احنا هون كبسه شتاء. والله كويس تمام. يعني في امطار ولا لا؟ لا لا خفيفه خفيفه. طيب ان شاء الله بتوصلكم، يمكن الغيمه لسه ما وصلت لهناك، والمفروض عاده بيجينا من الشمال المنخفض. على اي حال اهلا وسهلا فيك. بتحب تحكي مع غادة؟ بتحب تعلق على اي شيء؟ تفضل. صباح النور، اهلا وسهلا. شلونك اليوم؟ تمام الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله، الله يسعدك. شكرا. الله يخليك، شكرا لكم على الطبخات الحلوه الانيقه. الله يخليك، شكرا لك. شكرا شكرا. حابين طبخات الكرشات والرقوس والكراعين؟ انا عملتهم. امير عملت الكرشات. والله عمل ايه؟ طبعا راحت عليك هالحلقه. موجوده على اليوتيوب، موجوده على الموقع رؤيا. يعني ان شاء الله بنشوفهم. الله يخليك، شكرا. شكرا يا محمد، اهلا وسهلا. طيب احنا هنفتح بس الكراب اللي عندنا.
طبعا ده بيتباع برضو موجود، بيكون مفرز اكتر مو؟ في مفرز مش في، هو كله بيبقى جاي مفرز بس ما في ناشف. ناشف يعني ايه؟ منشف. لا في بيتباع زي المرتديلا والحاجات دي. يعني ممكن نستعين بدل المفرز يكون ناشف يصير. طبعا. خلاص وبعدين بنحطه. المهم دلوقتي لازم بس نحط الصوص دي على السلطة عندنا. احنا بس تخلصي هاي السلطة بدنا نطلع فاصل يا غادة. اوكي بس مش هنحلها نخلص الاكل لو طلعتوا فاصل. هو لازم ناخد فاصل مش مشكلة. على اي حال انا بقول هلا ناخد الفاصل وخلينا خلاص احنا كده خلصنا السلطة بس نحطها. اوكي يلا على ما يسخن الزيت نكون طلعنا الفاصل ورجعنا. اذا فاصل وبنرجع حتى نتابع معاكم، حنعمل موز المقلي بعد الفاصل فخليكم معنا.